وسهلا للمتابعين ديالي العزاز، كيف نتوما؟ بخير، لاباس عليكم؟ هاليين، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي في احسن الظروف. مرحبا بكم في فيديو جديد، كنشكركم على المتابعه ديالكم وعلى اللايكات ديالكم. ودابا عندي النهار الثالث ان شاء الله يا ربي هنايا في مدينه القصر الكبير مع خوتي. كما شفتوا تبارك الله كانوا فرحانين بيا حيت جيت، ودابا صيبنا الفطور وغادي نفطروا لك تبارك الله، وغادي نشارك معكم عاوتاني الغدا. ايوا هانتوا معايا وتابعوني يا احلى متتبعين. يلا حنا غادي نفطروا ونجلسوا نشاركوا عاوتاني معكم الغدا ان شاء الله يا ربي. الحرشه كانت قريبه تحرق الحق، انا كتعجبني هذا محمرة، انا كتعجبني. اجي مروه، اجي جلس حدايا. المهم اخوتي، هنا كما شفتوا حنا سالينا الفطور ديالنا اللي كتر الله نتوما ماما ديال الخير. دابا غادي نجمع الطابله. ايوا نتوما عارفين المراه الجبليه ملي كتجي للمدينه راه ما كتجلسش، ضروري ما عاد عمل الشغل، ضروري ما عاد شارك وعمري نضى الشغل. دابا غادي نجمع الطابله وغادي نمشي عاوتاني نغسل ديك الشوع اللي طلعنا فيها، وغادي نبداو نصايبو الغدا ديالنا ان شاء الله يا ربي. هادو المنادق كنعملوهم على السدادر باش كيبقاو السدادر نقيين، ضروري حنا كنعملوهم باش يبقاو نقيين. شنو نجوزو نعملو الغدا ديالنا؟ سالينا وخملنا جمعنا الكوزينة داكشي، دابا غادي ندوز. قلت انا اللي غادي نعمل لكم اليوم الطعام، خليوني دابا انا غادي نصايب ان شاء الله اليوم راه نعمل الطعام. اليوم راه الجمعة مباركة عليكم بالصحة والسلامة، دابا انا غادي نصب الطعام. ايوا هادشي اللي كاين، نتوما عارفين حنايا ملي كنمشيو لشي موضع ما كنمشيوش بصراحة، كيعجبنا شي مالي الدار يكونو كيعجبو حنا جالسين، ضروري نشارك معاهم الشغل. ايوا هذه هي الحاله ديالنا. يلا هنا راني عملت الصلاه والدجاج راهي تحت شي شويه، ومعاد نسلي بالخضره. الله هذا مرات خيط حل حل ديال الطعام، هذا صيبته بيده، حل تبارك الله. دابا غنصيبو منو، غنعملو منو الطعام الماكلة، والاخر غنلبسوه. صافي دابا هذا اللي
ايوا انتوا معايا في الفيديو عيطت هنايا الدجاج مع القمر على راسي ديك الخضره وانتوا معايا. بسم الله. المهم اخوتي الطعام ديالنا هنا كان راه مجهد، دابا غادي نسقي باش يمشيو العيال بخير المدرسه باش يتغداو. راه ناس يكون صافينا من راس ديالو وحدي شي اللي فين كيبغي يمشي يقولو خصو يتغداو معانا. بسم الله. الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة والراحة. ضيفناك معانا. يا سرعة فانسير تجيب باش تغدى هنايا. كتشوفوا من بعد ما تغدينا وسالينا دوزنا وصلنا العشاء مور الغدا ديريكت عملنا الحريره، لان ضروري ما تمشي مع الطعام وفي الغدا وفي العشاء الحريره الوجبه المغربيه المعروفه عندنا في نهار الجمعه كنعملوا الطعام وفي الشيء الحرير. هنا كانت نصبات اختي ودابا انا دورتها وزدت شويه الشعريه دابا غنزيد نسمر شويه د الصباح يكون تقيتو هنا في المهراز. هنايا دابا غنخلي الشعر يطيب شي شويه وعاد نزيد نسمر الصباح. ايوا نتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش معاكم واحد اللايك ومتابعه. كنشكركم داخل ارض الوطن خارج ارض الوطن. يلا السلام عليكم.